بدأ رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيت نو أجندته ليوم الثلاثاء 8 أغسطس باستلام أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول التي ترغب في تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع تشاد. أول السفراء الوافدين إلى قصر تومي كان سفير الدكتور عثمان محمد يونس الذي قدم أوراق اعتماده لرئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيت نو سفيرا فوق العادة ومطلق الصلاحية لجمهورية السودان الشقيقة. اليوم التقينا بسيد الرئيس وقدمنا أوراق اعتمادنا له، ويمكن يكون دي بداية لانطلاقة لعمل جاد ويمتن العلاقات الأزلية بين السودان ودولة تشاد. والحقيقة يعني استمعنا لكلمات طيبات من السيد الرئيس، وفي ظل ظروف يعني يعيشها السودان تحدث كثيرا عن ما يدور في السودان وأمنياته في أنه الأحوال الأمنية في السودان تكون مستقرة وآمنة إن شاء الله، وده حيكون استعدادنا وده يكون اهتمامنا الكبير في أننا نهتم بأنه العلاقات السودانية التشادية تكون في أحسن حال. وبذات البروتوكول الدبلوماسي وصل السفير الهندي لدى البلاد سعادة هيفزور رحمن ليقدم أوراق اعتماده كأول سفير لجمهورية الهند الشعبية مع الإقامة الدائمة بالعاصمة التشادية أنجمنا، وقد سلم رسميا أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيت نو قبل أن يعرب عن سعادته بهذه الخطوة التي اتخذتها الحكومتان التشادية والهندية. الهند وتشاد هم دولتان صديقتان، علاقاتنا قديمة، لكن السفارة هي بدأت أعمالها قريبا تعلق الهند على علاقتها مع تشاد ومع الشعب ومع الحكومة الشادية، وطبعا هناك إمكانيات هائلة لتعزيز العلاقات والتبادلات في كل المجالات، من تقنية المعلومات، التعليم، التعاون في الدفاع، والتعاون في الاقتصاد وفي الثقافة، في كل المجالات. فخامة الرئيس أخبرني ما هي المجالات التي تحتاج فيها تشاد التعاون والتبادل مع الهند، فالآن وجدت خريطة عمل لتطوير العلاقات بين البلدين. وتجديدا للعلاقات التي تربط تشاد بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية، وصل السفير جمال الدين عمر بن عم ليقدم هو الآخر أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومطلق الصلاحية مع الإقامة الدائمة بالعاصمة أنجمنا. وعقب تسليم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية، أعرب السفير جمال الدين عمر بن عم عن رغبته في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. لقد سعدت وشرفت بتقديم أوراق اعتمادي لفخامة الرئيس الجنرال محمد إدريس ديبي، وكانت لي محادثات ودية وأخوية مع فخامة الرئيس الذي أعرب لي عن تقديره كثيرا للمستوى المتميز للعلاقات بين البلدين، وجددت له بالمناسبة الأهمية الكبيرة التي توليها الجزائر لتطوير العلاقات الثنائية وعدم الاقتصار على تكوين العنصر البشري، وأنه قد حان الوقت لتطويرها على المستوى الاقتصادي والتجاري لوجود فرص واعدة وبنى تحتية ورغبة وإلحاح لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. هذا وتعتزم جمهورية مالي التي تربطها مع تشاد علاقات وطيدة أسفرت عن بناء شراكات وتعاون عسكري لمحاربة الإرهاب في الساحل، تجديد علاقاتها وذلك بإرسال الجنرال بوغوري دياتيغي ديارا سفيرا لجمهورية مالي لدى البلاد، حيث قدم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية سفيرا فوق العادة ومطلق الصلاحية لجمهورية مالي مع الإقامة الدائمة بالعاصمة أنجمنا. كما ناقش السفير المالي مع رئيس الفترة الانتقالية الفريق أول محمد إدريس ديبيت نو أوجه التعاون المشترك، وقال إنه يعمل على تقوية الروابط الأخوية وتعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات خلال مهمته في تشاد.
أما إريك جيرار فيتولى زمام البعثة الدبلوماسية الفرنسية في تشاد بدلا عن السفير السابق برتران كوشيري، ويقدم أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية فرنسا إلى رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيتنو. السفير الفرنسي الجديد إريك جيرار أعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال، وقال إنه استعرض مع رئيس الجمهورية المصالح المشتركة والعلاقات المتميزة بين تشاد وفرنسا. رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيتنو أبدى استعداده للعمل مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد والرقي بمستوى العلاقات الثنائية.